البنايه هذه اللي حضرتوا الافتتاح ديالها. هذه البنايه هذه الحجر الاساسي ديالها سيدنا الله ينصره، وتبنات على اربع طوابق، كل طابق عنده اختصاص. الطابق الاول خاص بالموجات والتوزيع، كيكون كيربط مع مختلف المناطق الامنيه بالدار البيضاء. بالنسبه للطبق الثاني هذا خاص بالخط 19 للمهام ديالهم، كيتلقاو الشكايات ديال 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 المواطنين بمختلف المناطق ديال والعمالة ديال الدار البيضاء. بالاضافه للطبق الثالث هذاك خاص خاص بدي سيرفور اللي كيخزنوا كاع المعطيات اللي كاينه عندنا اللي كنجمعوها في هذا المركز هذا. بالنسبه للطبق اللي انتم فيه هذا الطبق خاص بالكاميرا دي سيرفيونس. هاد الطبق هذا كاين فيه موظفين اللي كيشرفوا على المراقبه ديال الكاميرات اللي كاينه عندنا في الشارع العام، واللي من خلالها كياخذوا جميع الملاحظات سواء خاصه بالسير سواء خاصه بالجريمه او خاص باي شيء كيتم انتباه وممكن لنا كامنيين تدخلوا فيه. بالنسبه للدار البيضاء كاين دابا تقريبا 210 ديال الكاميرات، وكاين عاوتاني كاين لاستالاسيون ديال لي زوط اللي غيتزادوا عاوتاني مستقبلا، كلهم تقريبا غتشملهم هاد التغطيه ديال الكاميرات وفي جميع النقاط الحساسه والنقاط اللي حنا كنعرفوها نقاط سوداء كنستعملوها في السير والجولان. كنستعملوها في السير الجولان، اي نقطه كيبان لنا فيها ضغط او لا فيها شي حادثه تسير سواء بخسائر ماديه او لا جسمانيه كنكونوا الوقت اللي كنضبطوا راه كنبعثوا الرموز في اقرب وقت ممكن، والهدف من هذا الشيء اننا نخدموا المواطن اكثر وفي اقرب وقت ممكن، بالاضافه لمحاربه الجريمه. لان ما تنساوش بالنسبه للكاميرات اللي عندنا هنا كاينين في نقاط السوداء اللي كيكونوا ملاحظات خاصه كيكونوا فيها مثلا محاوله سرقه، كيكون مجموعه الجرائم اللي كيتضبطوا وكيتم الايقاف ديالهم، كيتم التدخل في الوقت المناسب.